إلا شاب من هالشباب اللي يعني شفتاه قد اسودت من كثرة التدخين والغترة حاطها كذا على فوق حركة نسميهم احنا عرابجة، عرابجة يعني صيع، وشكل يعني ما يسرك كثير. يقول فخفت في هالليل، قلت ماذا تريد؟ جزاك الله خير، ماذا تريد؟ قال أنت الشيخ إمام المسجد؟ قلت نعم أنا إمام المسجد. قال يا أخي في اثنين هنود أسلموا على يدي، إيش أسوي فيهم؟ يقول الشيخ لما قال أسلموا على يدي والساعة 12 بالليل، قلت في نفسي يمكن الرجل عقله لا يمكن الاتصال به الآن، يعني مهم مضبوط. قلت له هنود وأسلموا على يدك أنت؟ قال يسلموا على يدي. قلت والله يا أخي ما شاء الله، يعني وين هم؟ قال في السيارة. ما دام السيارة معناها الميدان يا حميدان، وادخل والبس عالي واطلع واجي الا فيه هنود ورا في السيارة. فعلا صديق يقولوا السيارة مضللة وجنوط منزلة وحركات شباب. سلام عليكم صديق. عليكم السلام. انت في مسلم؟ اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. مسلم صديق؟ كيف انت في مسلم؟ قالوا هذا نفر في اسلام سوا سوا. والله سوا سوا، تعال اسلموا على يدك. قال ايه اسلموا على يدي؟ كيف اسلموا على يدك؟ قال يا اخي انا وديت سيارتي للورشه اصلحها وشفت الهنود يشتغلون، سالتهم انتم مسلمون؟ طبعا كونه يسال هالسؤال يدل عنده هم، ولا كان يسال هالسؤال ما يهمه، كان يقول اشتغل كويس بس، لكن كونه يسال انت مسلم ولا مش مسلم يدل عنده هم للدين. قلت انت مسلم؟ قال لا ما في مسلم. ليش ما في مسلم؟ قال ما في معلوم اسلام، ما في كتب، ما في معلوم اسلام. قلت خلاص انا اجيب لكم كتب. يقولوا هم يشتغلون السياره، رحت المكتب الدعوه وجبت لهم كتب اعطيتهم اياها. بعد اسبوعين ثلاثه جئت اصلح السياره، الا جاءوا قالوا والله جيده اللي اعطيتنا، اعطنا غيرها. واروح يا شيخ واجيب لهم كتب واعطيهم اياها. يقول يا شيخ المشكله اني لما جيت بعد اسبوعين ثلاثه بصلح السياره، جئت ووقفت السياره، فواحد منهم دخل من هالشباك وواحد دخل من الشباك الثاني وقالوا لي احنا الحين اسلمنا، ايش نسوي؟ قلت ما ادري انا مسلم من زمان. يقول ما ادري انا مسلم من زمان. يقول الشيخ سالني قال لي يا شيخ اللي يسلم وهو كبير ايش تسوون فيه؟ قلت والله يا اخي ما نسوي بشيء، لان بعض الناس مسكين وده يدعو الاسلام بس مخربط. عندي واحد من عيال عمي لسه جاي من امريكا، يقول لي عندنا مركز اسلامي طيب، يقول لكن جهال. قلت كيف جهال؟ قال مره جالسين مجموعه منهم ودخل واحد امريكي يبغى يسلم، لما دخل قال انا والله انا قرات عن الاسلام وكذا ابغى الاسلام. قالوا كويس يلا قل اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. قال والله اكبر الله اكبر. ويمسكه واحد منهم قال كم مذمي؟ تعال معي. قال وير؟ قال تو هوسبيتال، للمستشفى. قال ليش؟ قال بنقطع يعني ختان. قال ليش اللي يسلم تقطعونه؟ قال ايه؟ قال له ابري مسلم؟ قال ابري مسلم، كل المسلمين نقطعه. قال طيب خلاص بلاش اسلام، ما ابغى اسلام. فقال له واحد ثاني اذا ارتديت نقطع راسك. فقال المسكين قال ايش هذا الدين؟ اذا دخلت فيه يقطعون ذكرك واذا طلعت يقطعون راسك، وش هالدين هذا؟ طبعا الدين مش كذا، الدين ليس يعني ليس من شروط الاسلام انك تعمل ختان، ليس شرطا للدخول في الاسلام. ومساله ايضا تطبيق الحد عليه اذا ارتد لها شروط وفيها موانع، قصه طويله، ليست القضيه اي واحد يحكم فيها من اللي جالسين. لكن شوف الجهل، تدخل في الدين يقطعون، تطلع من الدين يقطعون، ليست القضيه كذا. هذا الشاب قال يا شيخ ايش تسوون فيه اللي يسلم وهو كذا؟ قال ما نسوي فيه شيء، نوديه المكتب ونغير اقامته من هندوسي الى مسلم بس. ودوهم المكتب وغيروا اقاماتهم. المقصود ان هذا الشاب ما قال في نفسه انا عاصي، انا داشر، انا كذا. لا، صحيح عندي تقصير لكن لابد اني اخدم الدين مع وجود هذا التقصير. الامثله حقيقه كثيره عندي، وانا ودي استمع من عندكم. في استرالي له كان يعني عمل كثير في خلال الانترنت في المعهد المهني ايضا.